عدد وفيات فيروس كورونا حول العالم يقترب من 300,000، واليونيسف تحذر من وفاة آلاف الأطفال في الدول الفقيرة. بعد الهجمات الدامية، الحكومة الأفغانية وحركة طالبان تتبادلان التهديدات، واتفاقية السلام على المحك. فنزويلا تعتقل عشرات الأشخاص الذين تقول إنهم متورطون في مخطط للانقلاب على مادورو. أهلا بكم مشاهدينا في باقي نشرة الأخبار المركزية من i24 نيوز، ونستهل هذه الجزئية بتطورات فيروس كورونا، إذا تقترب الحصيلة الإجمالية للوفيات من 300,000، فيما يزداد عدد الإصابات عن 4,300,000. وحذر كبير خبراء الأوبئة الأمريكي أنتوني فاوتشي من أن التداعيات يمكن أن تكون خطيرة جدا في حال إعادة إنعاش متسرع للاقتصاد، لاسيما في الولايات المتحدة. حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف من أن مكافحة فيروس كورونا قد يكون لها آثار مدمرة غير مباشرة في البلدان الفقيرة. ومن السيناريوهات الواردة وفاة 6,000 طفل يوميا في الأشهر الستة المقبلة، ويعود سبب في ذلك إلى انخفاض عدد الزيارات إلى المراكز الصحية، والناتج عن إجراءات مكافحة الفيروس من إغلاقات وحظر للتجوال. سجلت روسيا أكثر من 10,000 إصابة جديدة بفيروس كورونا، أي على غرار ما حصل أمس، وباتت روسيا ثاني دولة في العالم من حيث عدد الإصابات، لكن معدل الوفيات فيها يبقى منخفضا نسبيا مقارنة مع دول أخرى، إذ سجلت أكثر من 2,200 وفاة. تواصل أوروبا رفع إجراءات العزل بحذر في مواجهة فيروس كورونا، وتسعى بعض الدول إلى إعادة فتح حدودها الداخلية، كما قررت كل من ألمانيا والنمسا. ودعا الاتحاد الأوروبي إلى إنقاذ موسم الصيف في القطاع السياحي الذي تضرر بشدة من الأزمة، مشجعا على عودة تدريجية للسياحة. هدفنا واضح ومتمثل في السفر الحر في أوروبا بحلول منتصف شهر يونيو. هذا الأمر مبني على كون العدوى لا تزال منخفضة كما كان الأمر في الأيام الأخيرة. سابقا كنا نواجه الآلاف من الإصابات يوميا، والآن الإصابات هي بالمئات. أما في المملكة المتحدة فأصبح بمقدور السكان مغادرة منازلهم، وأشارت أحدث حصيلة للسلطات الصحية إلى أن هذا الوباء أودى بحياة 32,000 مصاب في المستشفيات البريطانية. إلى ذلك أعلنت بريطانيا أنها سجلت انخفاضا في إجمالي الناتج المحلي نسبته 2% في الربع الأول من العام الجاري. حسنا، إلى حد ما إن الأمر ليس بمفاجئ تماما كأي اقتصاد آخر حول العالم تقريبا. نحن نواجه تأثيرا سلبيا من فيروس كورونا، ما ينعكس بالمعطيات، وهذا هو السبب في أننا اتخذنا هذا الإجراء غير المسبوق. علينا دعم وظائف الناس ودخلهم وسبل عيشهم في الوقت الحالي، ودعم الأعمال التجارية حتى نتمكن من اجتياز هذه المرحلة والخروج أقوى من هذه الأزمة. دعا البابا فرانسيس إلى ترك المصلحة الفردية والاستثمارية والوطنية جانبا لخلق حقبة جديدة من التضامن يتمتع فيها الجميع بكرامة متساوية. وأجرى بابا الفاتيكان تعليمه الأسبوعي اليوم متحدثا عبر الشبكة العنكبوتية بدلا من اللقاء التقليدي في ساحة قديس بطرس. ويأتي هذا التغيير في إطار إجراءات وقائية أمام انتشار فيروس كورونا. دعونا نصلي اليوم للطلاب الذين يدرسون والمعلمين الذين يجب أن يجدوا طرقا جديدة لمواصلة تعليمهم، فليساعدهم الرب في طريقهم ومنحهم الشجاعة والنجاح. أغلقت مدينة في شمال شرق الصين حدودها جزئيا وأوقفت خطوط النقل بعدما ظهرت مجموعة لإصابات فيروس كورونا. وعلقت مدينة جيلين التي تحوي أكثر من 4,000,000 نسمة خدمة النقل بالحافلات، وعززت الحالات المكتشفة المخاوف من احتمال حدوث موجة جديدة من الوباء في البلاد.
رفضت فرنسا انتقادات الصين لصفقة أسلحة بين باريس وتايوان داعية بكين إلى التركيز بدلا من ذلك على مكافحة وباء كورونا. وحثت الصين فرنسا على إلغاء عقد التسلح مشيرة إلى أن مثل هذه الصفقة مع الجزيرة التي تطالب بكين بالسيادة عليها قد يسيء إلى العلاقات الصينية الفرنسية. موقفنا ثابت وواضح، نحن نعارض بشدة مبيعات الأسلحة الأجنبية إلى تايوان أو التبادلات الأمنية العسكرية معها، وقد أعربت الصين عن مخاوفها الجدية. نحن نحث الجانب الفرنسي على الالتزام بمبدأ الصين لفرنسا. حذرت حركة طالبان من أنها مستعدة للقتال بعدما تلقت القوات الأفغانية أوامر باستئناف الضربات ضد الحركة. يأتي هذا بعد سلسلة هجمات دامية قتل فيها عشرات الأبرياء يوم أمس، وتعكس مدى هشاشة عملية السلام في البلاد. أفغانستان تعود مجددا إلى واجهة الأخبار، وتخوف من انهيار اتفاقية السلام بين الحكومة وحركة طالبان عقب القرار الرئاسي الصارم والذي يفضي بتحول استراتيجية القوات الأفغانية إلى الهجومية على إثر الهجومين المنفصلين واللذان وقعا يوم أمس وأوقعا عشرات القتلى والجرحى. حركة طالبان ترد على الرئيس الأفغاني أشرف غني باستعدادها للقتال والتصدي للقوات الأفغانية، ما يهدد بإشعال المنطقة من جديد. غني كان قد حمل طالبان وتنظيم الدولة مسؤولية الهجومين الأخيرين، استهداف مستشفى الرضع وجنازة زعيم قبلي في إقليم ننجرهار. غني كان قد حمل طالبان وتنظيم الدولة مسؤولية الهجومين الأخيرين. للدفاع عن البلد وحماية المواطنين والبنية التحتية وصد هجمات وتهديدات طالبان وجميع الجماعات الإرهابية الأخرى، أمرت جميع قوات الأمن بإنهاء مركزها الدفاعي النشط والعودة إلى المواقف الهجومية واستئناف عملياتها ضد العدو. إدانات عربية ودولية صدرت حول الحادثين رافض العنف مهما كانت الدوافع والأسباب. أما وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو فقد حث الحكومة الأفغانية وحركة طالبان على التعاون لتقديم الجناة إلى العدالة. كذلك دعت الخارجية الألمانية جميع الأطراف للعودة إلى طريق التسوية. تحول مسار التفاوض بين الحكومة والحركة إلى تهديدات متبادلة يلوح بانهيار اتفاق السلام والذي وقعته الولايات المتحدة وطالبان في قطر بعد أكثر من 18 عاما من الحرب وعودة عدم الاستقرار للمنطقة. كشف مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي FBI بالخطأ عن اسم مسؤول سعودي سابق مشتبه به بتورطه في هجمات 11 من سبتمبر أيلول. وبحسب ما ذكرت وسائل إعلام أمريكية فإن FBI نشر اسم الملحق الثقافي السابق بسفارة سعودية في واشنطن مساعد أحمد الجراح. التفاصيل في التقرير التالي. كشف هوية مسؤول سابق بالسفارة السعودية في واشنطن يشتبه بتقديم دعم لاثنين من المشاركين في هجمات 11 من سبتمبر، هو ما وصفه مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي FBI بالخطأ خلال تقديم وثيقة جديدة لإحدى المحاكم الاتحادية في نيويورك رداً على دعوى رفعتها عائلات ضحايا الهجمات متهمة الحكومة السعودية بالتواطؤ في تنفيذها، لتطالب بعدها وزارة العدل سحب الوثيقة من السجل العام. مساعد أحمد الجراح المسؤول السابق في وزارة الخارجية السعودية والمشرف على أنشطة موظفي وزارة الشؤون الإسلامية في المساجد والمراكز الإسلامية الممولة داخل الولايات المتحدة، ورد اسمه في إحدى فقرات الوثيقة رغم حجبها المتكرر له من الملف، ما أعاد إحياء الشكوك حول تورط السعودية في الهجمات رغم نفيها المتكرر لذلك. وهذه بالمناسبة ليست المرة الأولى التي تدعي بعض الجهات الأمريكية أن هناك مسؤولين سعوديين متورطين مباشرة في عمليات 11 من سبتمبر، ولكن توقيت نشر هذا التقرير يعكس يعني تباين في الكثير من القضايا بين السعودية والولايات المتحدة، يعكس توتر بين الطرفين. تمرير إعلامي أمني هو الوصف الذي أطلقه مراقبون على الحادثة مؤكدين أن خلف التمرير الخاطئ أهداف أخرى، قضية تتوسط التساؤلات حول توتر العلاقات بين السعودية والولايات المتحدة في وقت
تصاعدت فيه الشكوك حول انهيار ما دعاه سياسيون بصفقة الأمن بالنفط. وحول هذا الموضوع تنضم إلي هنا في الاستوديو زميلة صحفية في آي 24 نيوز أصالة إزريقي. أصالة، ماذا في تفاصيل هذا الموضوع؟ وهل فعلا سرب الموضوع بالخطأ؟ هناك من يقول ربما خطأ متعمد. نعم، إذن هذا ما يراه مراقبون بالنسبة لتسريب هذه المعلومة، بأنه تمرير أمني إعلامي وذلك لأهداف أخرى، وهو ليس بالخطأ كما يصفه باحثون ومراقبون وسياسيون بهذا الموضوع، والذين يرون بأن ذلك يأتي ذلك في ضربة للسعودية بعد شكوك بالنسبة لتوتر العلاقات بين السعودية والولايات المتحدة. الكشف عن هذا الاسم جاء في وثيقة تم تقديمها لإحدى المحاكم من قبل بعد كرد لدعوة من عائلات أو أسر الضحايا في أحداث 11 سبتمبر، حيث الوثيقة هي لا تتجاوز 40 صفحة، وقد ذكر اسم هذا الشخص لمرة واحدة في هذه الوثيقة، فيما يتم مقارنة ذلك بالوثائق السابقة التي تم تقديمها والتي تصل مئات الصفحات، حيث لم يتم ذكر اسم هذا المشتبه به سابقا، فكيف لهذا الاسم أن يذكر في وثيقة لا تتجاوز 40 صفحة بالذات، وهي وثيقة صغيرة نسبيا لما كان عليه سابقا. إذن نعم، أصبحت عالمية بأن الموضوع كله بالنهاية نابع من قانون جاستا الأمريكي، والذي يتيح لعائلات أمريكية بالتوجه للمحاكم ورفع دعاوى قضائية ضد حكومات أجنبية، وهذا الأمر بما لا شك فيه يقود مضاجع السعودية. كيف هذا يؤثر على السعودية، وهل لا تزال تجري وتبذل جهود من أجل وقف أو تحجيم هذا القانون في الولايات المتحدة؟ نعم، إذن كانت هنالك محاولات سابقة من قبل السعودية لتفادي هذا القانون، وكما وكانت اتهامات طوال هذا الوقت بالنسبة لاتهام الحكومة السعودية بالتورط إن كان ماديا وماليا لأعضاء من القاعدة والدعم أو المساهمة في هذه الأحداث في هذه العملية التي كانت في 11 سبتمبر. إذن الكشف عن هذا الاسم هو أحيا الشكوك السابقة، وهو ما يراه حاليا الأمريكيون بإثبات أو بإثبات آخر لنقول بأن السعودية متورطة بهذه الأحداث. من الجدير بالذكر بأن هنالك أيضا بأن معظم المتورطين الذين تم إيجادهم أو تم الحديث عنهم سابقا هم من مواطني السعودية أيضا، فهذا الحدث هو أيضا إحياء لهذه الشكوك، وهنالك أيضا شكوك حول تستر الـ FBI في عدم الكشف عن هذه الأسماء خاصة. هذه القضية أين يمكن أن نضعها في معادلة التوتر الذي يقول كثيرون أنه موجود بين السعودية والولايات المتحدة؟ سمعت عن التوتر الناتج عن الخلاف الاقتصادي من ناحية، وأيضا سحب الولايات المتحدة ذخائر وقوات عسكرية من السعودية. نعم، إذن هذا ما يسأله باحثون بالنسبة للعلاقات السعودية والأمريكية حاليا، إلى أين ستؤدي، إلى أين ستصل هذه العلاقات، وهل هذا يعني انهيار للعلاقات بينهما في صدد الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها السعودية حاليا بسبب الأزمة أو الوباء العالمي الذي ظهر في الأشهر الماضية. هنالك أيضا شكوك بالنسبة لأن التوتر كان موجود سابقا، وذلك بعد أيضا انسحاب للبطاريات الباتريوت من السعودية أيضا وللجنود الأمريكيين من السعودية. إذن السؤال، هل ما هي الضربة، أو هل هذا نوع من الابتزازات التي تعمله أو تقوم به الولايات المتحدة نحو أو ضد السعودية؟ نعم، صالة زرقي الزميلة الصحفية في 24 نيوز، شكرا جزيلا لك.
أكد رئيس لجنة في الكونغرس الأمريكي أنه سيطلب توضيحات من إدارة الرئيس دونالد ترامب بشأن عملية الغزو الأمريكية التي تقول فنزويلا إنها أحبطتها. إلى ذلك أعلن الجيش الفنزويلي عن اعتقال 45 مشتبها فيهم بالتورط بمحاولة انقلابية فاشلة على سلطة رئيس البلاد نيكولاس مادورو. لا تزال تتصاعد أحداث عملية ما أسمته فنزويلا الغزو لبلادها عبر البحر، حيث طالب إليوت إنجل رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي توضيحات بشأن العملية، متسائلا هل تم خرق قوانين الولايات المتحدة الأمريكية من قبل شركات ومواطنين أمريكيين، وهل كانت الحكومة على علم بذلك، وأنه على الحكومة تقديم الإجابة للكونغرس الذي ينوي مساءلة الرئيس ترامب حول القضية. فيما نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أي علاقة بمجموعة الأشخاص الذين اعتقلوا في فنزويلا، وأن الولايات المتحدة لن تخفي حقيقة تنفيذ عملية ضدها إذا خططت لذلك. وكانت قد زعمت القوات المسلحة الفنزويلية أنها اعتقلت 8 مشتبهين آخرين في ولاية فاراغاس الساحلية شمالا بتهمة تورطهم في توغل مسلح فاشل كان الهدف منها الإطاحة بالرئيس نيكولا مادورو في وقت سابق من الشهر الجاري. في إطار عملية الدرع البوليفاري تمكنت الوحدات البحرية من اكتشاف واحتجاز 8 من المرتزقة الذين شاركوا في محاولة الانقلاب على الرئيس نيكولاس مادورو. في السياق ذاته أعلن زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو استقالة 2 من مستشاريها بعد توجيه حكومة الرئيس نيكولاس مادورو اتهامات إليهما بالتورط في محاولة غزو فاشلة للبلاد، حيث اعتقلت الحكومة قرابة 45 شخصا متهمة إياهم بالتخطيط والمشاركة في عملية الانقلاب. وحول هذا الموضوع ينضم إلي عبر خدمة سكايب من باريس دكتور يونس بالفلاح أستاذ العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي. دكتور يونس، فنزويلا تؤكد وإدارة ترامب تنفي كل هذه الأخبار، إلى أي مدى هناك صحة ودقة في هذه الأخبار الفنزويلية حول محاولة للانقلاب والإطاحة بمادورو؟ تحية طيبة. يعني في البداية يجب أن ندرك على أن السياق ربما هو سياق أزمة سياسية ممتدة لما يقارب حاليا السنة في ظل وجود يعني دولة موازية للدولة الفنزويلية، بمعنى أن وجود حكومتين، وجود برلمانين، وجود رئيسين اللي هما غوايدو وكذلك مادورو. المشكلة أصبحت ربما ليس فقط مشكلة داخلية ولكن عندها ارتدادات على المستوى الخارجي، بحكم أن الحكومة التي أنشأها غوايدو معترف بها من طرف 60 دولة في العالم وأبرزها أو على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، وتتلقى دعم من طرف الولايات المتحدة الأمريكية، في حين أن مادورو يعتبر من أكثر الحلفاء وفاء للطرف الروسي. فنحن فعليا في حالة أزمة جيوسياسية على مستوى العلاقات الدولية بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين روسيا. هذه ربما ليست العملية الأولى التي يتم ذكرها من طرف حكومة مادورو، لأنه كانت هناك عملية استخباراتية أخرى، حتى أنه كان فيها بعض الأطراف من دول أمريكا اللاتينية أبرزهم كولومبيا باعتبارها شريك للولايات المتحدة الأمريكية، وبدرجة أقل البرازيل. المشكل الحقيقي اليوم أنه ليس هناك أي حل سياسي، وكذلك هناك تبعات اقتصادية. قضية مادورو سوف أتي إليها والقضية الداخلية في فنزويلا، لكن أعود قليلا إلى الولايات المتحدة. الكونغرس طالب إدارة ترامب بتوضيحات، هل لأن أحد مجلسيه مكون من غالبية ديمقراطية أي نكايب ترامب، أم لأنهم فعلا يريدون توضيحات ومساءلة واستضاحة حول الموضوع؟ لا، هي توضيحات مسألة شرعية، بحكم أن من ذكرت أسماءهم هم فعليا جنود في الجيش الأمريكي وعناصر في الاستخبارات الأمريكية، ولا أظن أن هناك انقسام ديمقراطي جمهوري في الولايات المتحدة الأمريكية بخصوص الأزمة الفنزويلية، وعلى أن الديمقراطيين والجمهوريين مساندين لطرح الرئيس ترامب في دعم غوايدو ضد مادورو. لكن في نفس الوقت هناك ربما ضغط اقتصادي متزايد على فنزويلا، التي تعد من أكثر الدول تضخما على مستوى الحالة المالية وضعفا على مستوى النمو الاقتصادي للإشارة، فهي خسرت خلال 3 سنوات الماضية 20% من نموها الاقتصادي، على الرغم من أنه هذا بلد يشكل مطمع بالنسبة للدول الكبيرة، بحكم أنه يتوفر على ثروة نفطية كبيرة هي تشكل تقريبا 60% من ناتجه الداخلي الخام و 90% من صادراته. فلذلك أنا أظن على أن طالما ليست هناك أي مبادرة دولية من طرف الأمم المتحدة، سوف يظل هذا الصراع الأمريكي الروسي
السياسي الخفي متداخل ومؤثر بشكل كبير على الساحة السياسية الداخلية في فنزويلا في ظل انقسام حتى المؤسسات الأمنية من بينها لا الشرطة ولا والجيش التي أصبحت فيهما يعني عناصر إما تنتمي لطرف أو لتكتل مادورو أو لتكتل غوايدو. دكتور يعني مشكلة ربما سنراها على مستوى المدى البعيد. دكتور هناك اعتقاد سادة بأن غوايدو بطاقته احترقت لا سيما بعد أن استقال مستشارون تابعون لها. هل هذا سوف يجبر الولايات المتحدة وحلفاء الأوروبيون على البحث عن بدائل لغوايدو في مواجهة مادورو؟ يعني يقال هذا فعليا في مراكز البحث وفي وسائل الإعلام بحكم على أن الكثير ممن اصطفوا وراءه لم يعودوا معه، وكذلك أنه فشل خلال كل هذه الفترة من يناير 2019 إلى غاية اليوم أن يحصل على 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 مكاسب. أنا أظن أنه ربما قد تتجه الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها إلى البحث عن بديل، ولما لا ربما البحث عن حل سياسي في إطار تشكيل حكومة ائتلافية وتحالف وطني داخل فنزويلا يغير أو يشكل مرحلة انتقالية فيما بعد لانتخابات رئاسية ولكذلك انتخابات برلمانية. دكتور يونس بالفلاح أستاذ العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي كنت معي عبر خدمة سكايب من باريس، شكرا جزيلا لك. تحرك قاض في واشنطن ضد قرار وزارة العدل الاستثنائي الذي أسقط الاتهامات بحق مستشار البيت الأبيض السابق للأمن القومي مايكل فلين، وقال القاضي إيمت سوليفان أنه يحمي الديمقراطية والعدل. يذكر أن فلين اعترف عام 2017 بالكذب بشأن مفاوضات سرية أجراها مع السفير الروسي لدى واشنطن قبل تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السلطة. وإلى أخبار الاقتصاد. تتجه دول الخليج نحو تخفيض إنتاج النفط في يونيو حزيران عبر إضافة التزامات أخرى بموجب اتفاق أوبيك بلس، ومن المفترض أن تخفض كل دولة من دول الخليج العربي الإنتاج بمقدار مئات آلاف البراميل بمجموع إجمالي قدره مليون برميل يوميا. ويقول خبراء أن هذا التخفيض جيد لا سيما أن الطلب على النفط ما زال ضعيفا وهناك فائض من المعروض النفطي. طلبت تشيلي من صندوق النقد الدولي فتح خط ائتماني مرن للبلاد بنحو 24 مليار دولار لمدة عامين، وتنوي مديرة صندوق النقد التوصية بالموافقة على هذا الطلب استنادا إلى سجل تشيلي والأسس الاقتصادية القوية جدا حسب قولها في هذا البلد. ودرعت انتفاضة شعبية ضد رئيس تشيلي سيباستيان بينيرا نهاية العام الماضي لكنها خمدت مع انتشار فيروس كورونا. إلى الرياضة. من المفترض أن يخضع لاعبو الدوري الإنجليزي لكرة القدم لبروتوكول صحي صارم، وذلك في حال عودتهم إلى التمارين في مراكز الأندية تحضيرا لاستئناف محتمل للمنافسات. ويتضمن البروتوكول بنودا مثل ضرورة القيام بتعقيم شامل في مركز التمرين بعد كل حصة تدريبية واختصار مجموعات التدريب على 5 أفراد كحد أقصى. أعاد وزير الرياضة الإيطالي فينشينزو سباتافورا تأكيد المسار الحذر لحكومته حول استئناف محتمل لدور كرة القدم، وشدد سباتافورا على أن الدوري لن يبصر النور إلا بظروف آمنة للجميع. وكان الدوري الإيطالي قد توقف أوائل أذار مارس الماضي للحد من انتشار وباء كورونا. بعد إغلاقنا دام أكثر من 3 أشهر حاله كحال العديد من المرافق الترفيهية والحياتية المختلفة في شتى أنحاء العالم، هو متنزه ديزني لاند في مدينة شانغهاي الصينية يعيد فتح أبوابه، وتعود الصين تدريجيا إلى الحياة الطبيعية بعد أن كانت تمثل مركز تفشي فيروس كورونا. أعاد منتزه ديزني لاند الترفيهي في شانغهاي فتح أبوابه بعد أكثر من 3 أشهر من الإغلاق، فيما تقترب الصين من عودة الحياة إلى طبيعتها. أنا أنتظر ذلك منذ أكثر من 3 أشهر. قبل إغلاقه كنت آتي إلى هنا أسبوعيا، وبعد 3 أشهر أنا مشتاقة إلى ديزني لاند كثيرا. وبات المنتزه الترفيهي في أكثر مدن الصين تعدادا للسكان الأول بين منتزهات ديزني الرئيسية 6 الذي يعيد فتح أبوابه في العالم. لكن شبح فيروس كورونا المستجد لا يزال مسيطرا، فقد استقبل المنتزه عددا محددا من الزوار
حجزوا بطاقاتهم مسبقا مع قياس حرارتهم عند الوصول وإبرازهم رمزا صادرا عن الحكومة لإثبات أنهم لا يشكلون خطرا صحيا. ورغم الإجراءات والخوف المستمر من إصابات جديدة، بيعت بطاقات اليوم الأول بالكامل في غضون دقائق بعد طرحها. أنا متحمسة للغاية، لم أستطع النوم الليلة الماضية، أنا سعيدة جدا اليوم. وأعلنت مجموعة وولت ديزني أن أرباحها تراجعت بنسبة 91% خلال الربع الأول من السنة، متوقعة أن تبلغ قيمة التراجع 1,400,000,000 دولار خلال الربع الحالي بسبب فيروس كورونا المستجد. وبهذا نصل مشاهدينا إلى نهاية النشرة الأخبارية المركزية من i24 News. ابقوا معنا لمتابعة باقي تفاصيل زيارة بومبيو لإسرائيل وأيضا خطاب حسن نصر الله بعد قليل خلال نشرة هذا المساء. في أمان الله.